بائلي بين الشبيبتين شهد ككل الملاعب الجزائرية دقيقة صمت ترحما على المناصرين اللذين فارقانا في الديربي العاصمي. مواجهة انتظرنا منها الكثير لكننا شاهدنا القليل، فالشبيبة البجاوية لعبت بدون روح ولم تقوى على مواجهة إرادة شبيبة القبائل التي أصرت على الظفر بالنقاط الثلاث، فكان الهدف الأول والوحيد في المباراة من توقيع إبوسي. التقدم والتفوق لفائدة شبيبة القبائل هنا بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بعد مرور أكثر من 32 دقيقة طبعا فرح، ليضيف بذلك إيبوسي إلى رصيده ثالث الأهداف هذا الموسم. المواجهة كانت في اتجاه واحد حيث سيطر أشبال أيت جودي على مجرياتها، فكانت هذه الفرص. اتجاه مكاوي لكن كوليبالي ماضي سداد والحارس قاسم على مرتين قاسم. المرحلة الثانية شهدت نفس السيناريو، شبيبة القبائل تهاجم وشبيبة بجاية تدافع. رأسية مخادعة لكن الحارس قاسم سفيان في المكان المناسب. وشجاعة قاسم سفيان أنقذت بجاية من أهداف أخرى. إيبوسي يطلب الكرة القائمة الثانية، إيبوسي بقوة، إيبوسي سدد هذه الكرة بقوة لكن الامتياز والعلامة الكاملة هي لقاسم سفيان. لينتهي اللقاء بهدف لصفر وتبقى شبيبة القبائل في مقدمة الترتيب. وفي هذا اللقاء شبيبة القبائل هي المستفيدة.